السلام عليكم اخواني، كي دايرين؟ لاباس عليكم. مرحبا بكم معي في قناه جوري الصغيره. كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا. اليوم فيديو جديد، معلومه جديده. كيف كتعرفوا بان التقلبات ديال الجو، معظم الناس يعانوا من يعني البرد ويعني والسعال وتبوريشه والكحه. جيت نذكركم اليوم بواحد لي ساشي اللي الاسم التجاري ديالهم هما رينوميسين. هاد رينوميسين هادو كيصلحوا لينا العلاج ديال يعني البرد والسعال، يعني وغنعطيو الطريقه ديال الاستعمال ديالهم. ما فيها باس نعاودو نذكروا بعد يعني بادويه ديال لاغريب ديال البرد. هاد رينوميسين هذا هي اللي هي عباره على واحد يعني واحد المكونات، يعني كتكون مجموعه كامله اللي كيكون فيها الباراسيتامول والفيتامين سي والكافيين، اللي كتعمل لنا على التقويه ديال الجهاز المناعه ديالنا وكتحارب لنا الفيروس ديال الزكام. فلهذا هاد الرينوميسين كتعتبر من الادويه التكميليه لمحاربه ديال الفيروس. وكيف كتعرفوا هاد الرينوميسين هذا هو فعال في الايقاف ديال سيلان الانف وكذلك صداع الراس والتبوريشه يعني والزكام والعطيس. فلهذا انا جيت نقدم لكم هاد الرينوميسين هذه. يعني كيف كتعرفوا ان الرينوميسين ما كاينش اللي ما كيعرفهاش، لان هاد الرينوميسين هذه يعني فيها الباراسيتامول اللي كيعمل لنا بواحد الشكل يعني كمسكن وخافض للحراره، وزيد عليها ايضا موجود فيها الفيتامين سي اللي كيقاوم لنا الالتهابات بفضل القدره ديالو على الزياده ديال الدفاعات ديال الجسم ديالنا، وكيساهم مع الكافيين في تحسين فتره العلاج. ايضا كاين الكافيين اللي كيعمل لنا كمنشط للجهاز العصبي المركزي، وتزيد من القوه ديال الوظيفه ديال العضله، وكيصبح الانقباض اكثر قوه، في حين انه كيقلل التعب البدني والعقلي. بالنسبه للهيدروكوريد هو موسع للقصبات الهوائيه، وكيساهم من تخفيف ديال الاختناق الدم، ويحسن التهويه وكيوقف الاختناق والمجاري الهوائيه. كيف كتعرفوا هاد رينوميسين كيتستخدم يعني كيف قلنا الاعراض تشبه الاعراض الانفلونزا، مثل نزلات ديال البرد، الاختناق الانف، نزلات الانف، العطس، ايضا كيليق الحمى، يعني الحمى والالام الجسم ونزلات البرد مع الالام المعتدله او شديده مثل صداع الراس. هاد رينوميسين هادي كتخاد ابتداء من 15 سنه وما فوق. هاد رينوميسين ممنوعه على الناس اللي كيعانوا من ارتفاع الضغط الدم الشديد، واللي كيعانيو من شي حساسيه تجاه المكونات ديال هاد رينوميسين هادي. كيف كتعرفوا الناس مع هاد فصل الشتاء كيولي لا غريب بزاف، كتكون واحد الفيروس كيكون منتشر يعني بالنسبه للوليدات الصغار والناس الكبار، فكيكون واحد يعني واحد يعني كيف كنقول واحد المرض اللي كيعانوا منه الناس بزاف، اللي هو تكون عندك واحد السيلان ديال الانف والعطيس والاختناق، وكذلك كتكون واحد التبوريشه اللي تتعاني منها بزاف ديال الناس، كتكون مسحوبه بواحد يعني واحد الحراره، درجه الحراره مرتفعه كيف كنقولوا السخانه. فلهذا نقول لكم انكم تاخذوا ادرينوميسين هذه، راه زوينه. واللي بغى يزيد شي فيتامين سي يعني ولا دوليبران، واخا هي فيها الباراسيتامول وكاين الفيتامين سي، غير الانسان يحاول انه يدير بيناتهم واحد ثلاثه السوايع. بحال دابا خديتي رينوميسين محايده في الصباح، تقدر دير واحد السوايع المكانه ولا ساعه ونص، وتزيد واحد دوليبران مع ان غرام ولا سانسو، ماشي مشكل، الدنيا هانيه. مي طريقه الاستعمال ديال هاد رينوميسين راه سهله جدا، يعني كتاخذ وحده في الصباح وحده في الليل وحده في الغداء بعد الاكل. بالنسبه للناس اللي عندهم السكر ما يمكنش لهم انهم يستعملوا هاد رينوميسين، لانها حلوه شويه، والناس ديال ديابيتيك ما يمكنش لهم انهم ياخذوا شي حاجه حلوه. فلهذا يمكن لهم انهم كاينين ساشيات اخرين ولكن ماركات اخرين بحال فيبريكسان سيك ياخذوها، هذيك راه مزيانه. غندير على فيديو تاني ان شاء الله. بالنسبه للمراه الحامل والمراه المرضع ما يمكنش لهم انهم يستعملوا هاد رينوميسين الا باستشاره طبيه، حيت المراه ملي كتكون حامله تيقول لك يعني واخا يكون ضاربه البرد ولا كيضروا الاسنان ديالها ولا عندها حاجه واحده اللي تاخذها هو الباراسيتامول، اي دوليبران او دولوستوب او المهم هذا هما اللي يمكن لها انها تاخذهم. بالنسبه لهاد رينوميسين هذه الثمن ديالها راه كيدير 22 درهم و70، موجوده في جميع الصيدليات. انا جيت نذكر بها وبغيت نعاود نفكر الناس بها، لان هاد رينوميسين هذه راه زوينه وفعاله بالنسبه للناس اللي عندهم مشكل ديال السخانه وتبوريشه والتكزاز ديال العظام ديالك، وكنتكزز عليا العظام ديالي. فلهذا يمكن لكم انكم تستعملوها وغتلقاو على واحد التحسن كبير جدا، حيت راه ما كاينش اللي ما كيعرفش رينوميسين. المهم انا كنتمنى هذا الفيديو اليوم يعجبكم وينال الاعجاب ديال الجميع. المهم
كنتمنى منكم انكم تفعلوا معنا وتابونوا معنا وتضغطوا على الجرس باش ديما يوصلكم الجديد ديالنا، والى فيديو اخر ان شاء الله، وتبارك الله عليكم وشكرا.